السلام عليكم. برشا يلوموا عليا علاه ما نتكلمش ديما. نتكلم بارك الله فيكم تسمعوني. تقولوا عنده الحق. فاهم اللعب. ومن بعد تتفرجوا في التلفزيون نص ساعة من بعد. تعوموا في بحر التلافز والإعلام. ونرجعوا لمعبوكة يا بيدها تضيعوا ياسر في التلافز وفي الأخبار. ستار كيفا ما فهمنا شيء. وهي سيلة ياسر. أو اليوم باش نحاول بطريقة أخرى. الناس كل تقول لي سي طارق بالله مانيش فاهمين اللعبة حتى حد ما فاهم. اللي يحب يفهم حاجة في السياسة يحب يفهم السياسة. فما قانون اسمه ربطان الخيوط في السياسة. شنو هو ربطان الخيوط؟ تسمع واحد يتكلم كلامك عجبه كلامه عجبك سي بيان. قبل ما تبدا تحكم عليه لازم تعرفوا شكون يكون من شكون يخالط في شكون ويقعد مع شكون. احنا المصيبة متاع بن علي اللي خرجنا من فاميليا اعوذ بالله واخذها واحدة اعوذ بالله كيفه هذيك مصيبة تونس وين جات. قبل ما انت هابش حاجة سهلة خرج ورقة في الانترنت مدلسة انا ناشط في باجي قايد السبسي ونأيد في الامن اللي ضرب يا ولادي راهي مدلسة يا ولادي حطيت يا ولادي التوى صدق معناتها ما عندي علاش باش نحلم. التوى ما خرجنا الاوراق باللونتيت وما عندناش طابع. عندنا مقر قاعدين نحضروا فيه بطاقات الانخراط. طبعان نتاعهم مازال ما بداش. لا كيفاش هاو هنارينا كي ترى حاجه فهمت. توصيل ندلس ورقه نقول لك انا بن علي هاو جاي لتونس تو ندلس حتى تصويره كان تحب وهابط المطر. هذا توا سوقير عمل فيديو وسي طارق شنو سوقير نضحك انا يسخفوني العباد يقولوا لي سوقير مسكين ربي يفرج عليه عنده ورقه حمراء نتاع سبيتار من نوب عنده ورقه حمراء خدم في القصر يعس مش من حراس بن علي حراس بن علي ذيك القرد رابروشي الكل يعس على شجر على كيلومتر يغيب ياسر عاودوا رجعوا اصلا من الحرس وفي الحرس يغيب ياسر واللي يكلموا يجبد الورقه الحمراء ومشاكل خلوه استعملوه حاجه بركه سخفوا من جده في الديفيلي انوال نتاع الحرس يستعملوه كل يضرب قنطوله براسه صحت بدن ما ثماش ومن بعد فدوا منه عمل برشا مشاكل طردوه انسان مهبول بورقته الحمراء بالمجد بورقته الحمراء. الور على شكون يسخفني اكثر هو ولا الناس اللي تسمع فيه شباب حتى في الكرب بربي جاوب لي على سوقير نقول مش مجاوب على سوقير هاني تلزيت نجاوب على سوقير مثال جلال بن بريك زاد كيف عملوا لي ومن بعد هو يسب فينا سي طارق ليش تستنى فيه باش يعمل لك باش يعمل لك ناس في المستوى هذا باش يعمل لك مو باش يسبك. السياسه كلها ربطان خيوط و حاولت باش نفهمكم ربطان الخيوط كيفاه هذه الجيلاني يدافع عليه مور وهاك باش يعطينا 30 درس باش يتكلم لنا بالسنه النبويه وباللقاء وبربي. توا انت كي تخاف ربي تدافع على هذه الجيلاني ذقت بيك الدنيا ولا دافعت عليه معروف هو مو يدافع على الزواوي يحكي فيه ولا دافع عليه على خاطر الزواوي وقتها املاكه محجوزه. كيفاش تشوف راضي نصراوي يدافع على خالد القبي تفهمش حاجه. كنار واحد قال لي شو اسمها نتاع الامهات؟ سيده العقل نسميها سيده العقل تشبه المغنيه هذيك شو اسمها؟ حاجه خلق الرحمن. سيد العقربي هي الوحيدة من السياسيين اللي الناس دخلوا لها الدار وكسوها مع الطرابلسي ونسب بن علي مع الغيظ نتاع الشعب علاه ما وقفتش؟ الناس مش فاهم ونضحك. وعليه البي دي بي يحب ياسر التجمع ريتوها تصور شو اسمها مي الجريبي في الكار معلقة هذيك ما تحبوا تعرفوا شكون وعليه جماعة التجمع يحبوا التجمع البي دي بي ما يجري بي بنت عم على خاطر هذه شو اسمها عقربي عندها وليد من راجل الولد هذا ولد عم ما يجري بشق شيء اللي ضحك للاسف الناس معناتها والتعليم الناس متعلمه ولكن الثقافه السياسيه حاجه اخرى راهي بعيده مش معناتها متعلم عامل دكتوراه وثقافتك السياسيه نول. والدليل على هذا اكبر دليل المرحوم فرحات حشاد داهية سياسية الناس اللي عاشوا معاه يقول الداهية يربطها وهي طايرة قريت مستوى التعليم في شطر السكوندير الله يرحمه فهمت لا تحبوا تربطوا باش تسمعوا وتفهموا اربطوا الخيوط شوفوا مثلا الانتخابات شكون باش يعملها توفيق الجبال
مش توفيق شو اسمه؟ كمال جندوبي. كمال جندوبي، سامحوني توفيق جبالي غلط والله غلط. كمال جندوبي، شوفوه تاريخه، تو تفهموا شكون باش يعمل الانتخابات. شوفوه وين يسهر في باريس، ومع شكون يسهر، تو تفهموه منين جاي. تو في البلدان الأوروبية، هذه هي سي بازيك، كي واحد يخرج يتكلم في السياسة يفني له تاريخه. ها علاش؟ معناتها كي تشوف الأوريجين نتاع الحد، تعرف وين باش يمشي، تعرف نظيف ماهوش نظيف. إذا والأحزاب، سي طارق ضعنا في نماية حزب، ارجعوا كلام سي محمود المستير. يا سيدي ماني أنا ديما نقولوا ما تحبوش تمنوا، سي محمود المستيري معناتها إنسان بالله، ارجعوا للفيديو نتاعو اش قال. أحزاب تمويل مصر، أحزاب يخلقوا فيها قوات. البلاد سرق فيها نهار 14 ثورة سرقت، وتوا واش يحبوا يسرقوا، يحبوا يكملوا السرقة العامة، وأنا باش نقتلهم قدر جهدي، ما تطلبونيش أكثر من هكا. هاو باش نعملوا سيت كوربسيون تونيزي في أمريكا، باش تعمل باش يبدا بعيد على الضغوطات. اللي عنده ورقة في الإدارة ولا في حاجة يبعث يسكاني ويبعث، نعطيو لي زادريس وسيكوريزي السيت وباش نثبتوا. هكا تقصي الحقائق اللي مشيتولها ما عادش تمشيولها، واللي عنده الدوسية تاع تقصي الحقائق ابعثهم للسيت هذا، نقعدوا انا ونتنشروا على الملاء، وباش نحط انسان دوسي بالدوسي باش يعمل عليهم دي فيديو. سأرافق الشعب التونسي في المصيبة هذه متاع التمثيلية اللي سيكر منها. انا قيدت لشنو؟ نعملوش انتخابات للانتخابات، الناس مش فاهمة كيفاش باش تنتخب، مانيش فاهمين وانها بالليستات. يا ما نجمش نفهم كل شيء، يرحم والديكم. شوفوا بلاد ديمقراطيه فيها انتخابات بالليستات، بالليستات باش يجرى كيما في الجزائر وقت الفيس، يحطوا لك 100 حزب 100 ورقه، تهز ال 100 وتحط واحده. اش عملوا جماعه الاسلاميين في الجزائر؟ يهز الاسلام يهز مرته وبنته وولده اللي عنده عليه السلطه، ويحاسبوا بال 99 ورقه اللي ما يزموش يحطهم، ويحط الورقه برك وشريها بالفلوس. ناس زواولة هاي 15 دينار برا، حط لي ورقة النهضة مثلا وجيب لي 99 ورقة الأخرين نزيد نعطيك 15 دينار، هذا اش باش يجي؟ وفرحانين شباب، فرحان يقول لي أنا قيدت على شنو؟ على دخلان تونس في حيط. على شنو قيدت؟ نحينا بن علي اللي تنحيت بن علي، وقيدنا باش قيدنا يرحم والديكم، يكون منكم العقل، خذوا أموا حاجة مني في هالأربع سنين. تحبوا تفهموا السياسة، افهموا شكون يتكلم في السياسة، منين جاء ومنين خرج وشكون يمول فيه. رموز الفساد في تونس هي اللي قاعدة تمشي في تونس، هي والتقاوضية منهم برشا، منهم هذايا شفيق بنانا، شفيق جرية هذا، حتى خالد القبي، هو خالد القبي يملك شطر لاك وشطر لاك، هذا كان عارف مرويده معدنوس في سفاقس في التسعينيات، يبيع في المعدنوس وهو توا ولا ارشيف ملياردير، وهو يعيطوا شفيق بنانا شريكه الطرابلسيه في البنان التفاح، فوق واحد فرن. قلت له انا كي تجبد لي مدين وعندي شهاده ونضربك، انا ما نشريش، كان حبيت نتشري انا نشريت من عند سيدكم، من عند سيدكم بن علي وربي يعني بشر. غير الناس في تونس، مهدي مليكة 20% وين واش قاعد في دارو زعما، واش قاعد يعمل في السياسة. ناجي المهيري المخنوق بالكريديات ما يحبوش تسمع، عزيز ميلاد الكريديات نتاعهم لكابر، تحبوا تعرفوا الدام تاع تونس وين؟ شوفوا الليستة نتاع كلميات تونسي اللي تسالهم البنك سنترال الفلوس، هذوك اللي يمشيو في البلاد وخارجين الفكرة نتاع مصالحة وطنية، هاكا بدا يخدم فيها الآخر كباع في القناة تبقى الله. ها شنو هي المصالحة الوطنية؟ وعلاش مصالحة وطنية؟ ما فما مصالحة إلا ما تتحاكم ساعة وتدان وتزج في السجن، ومن بعد المجتمع يطالب يقول نسامح. ما مش سرقت هيا نسامحوا، هيا نعطيكم طرف فلوس نرجعكم. شنو ما تربي ولدي على السرقة، نقول له في البلاد هذيا اسرق، كان شدوك باش ترجع طرف. هو باش ترجع طرف من تونس، والكونتات نتاعكم اللي من برا تحب نجبدهم لكم باش ترجعوهم تمثلوا على الشعب. الناس
باش تشارك ستارق في الانتخابات الماستر سيسي عليه نشارك على خبز الجاتو باش ناكلها في ظهركم ما نشاركش المجلس التأسيسي باش يكون الكارثة لتونس باش يكون يندم العباد في بن علي في وجود بن علي والله العظيم إذا كان سير المازل هذا تاع المجلس التأسيسي التونسي أيا كان لما يخرج يقول الله يرحم والدين بن علي وهذا لما ترجعوا كنتي نهار 12 جوان 2007 قلت وأن النظام بن علي خرج من صلب نظام بورقيبة وخوفي على تونس وأنه يخرج لهم نظام من صلب نظام بن علي والأحزاب اللي خارجة 90% منها خارجة من صلب نظام بن علي هي اللي عندها الفلوس هي اللي تمشي في الرأي العام وذاك شبش يجر والله يسامحنا في الدماء الشهداء اللي ماتت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.